احنا كتنسيقيه هنا موجوده داخل ساحه الشهداء، ساحه الساعه، ساحه الاعتصام. نجدد اضرابنا ونعلن ان اضرابنا مستمر لحين تحقيق المطالب، كما ان مسيرتنا الطلابيه من باب الجامعه الى فلكه الساحه مستمره لحين تحقيق المطالب. والسبب الاساسي في استمرار المسيره هو دعم ونصر لاخوتنا المعتصمين، حيث هذه المسيره منذ انطلاقها، منذ انطلاق اليوم الاول لهذه المسيره، كانت بخصوص دعم المتظاهرين المعتصمين الموجودين داخل الساحه. اليوم احنا الطلاب مرات ما يقدر يطلع، مرات ما يقدر يعتصم، مرات ما يقدر يبات، لان تعرف اهله ومخاوف. فاتخذنا هاي الخطوه، اتخذناها للطلاب حتى تدعم اخوتها وتشارك المعتصمين بهذا الشيء. بالنسبه لموضوع طلبه الاعداديه والمتوسطه، اكو تنسيقيه جديده وموكب تشكل داخل الساحه لطلبه الاعداديه والمتوسطه. هذا الموكب بمجموعه من الطلاب اللي هم تنسيقيه من مجموعه من الاعداديات والمتوسطات الموجوده داخل محافظه الديوانيه. الهدف الاساسي لهذه التنسيقيه هي استمرار اضرابهم، لان مثل ما تعرفون اليوم الساعه وفلكه الساعه وفلكه المعتصمين طلعت من موضوع الاضراب، لان هذا الموضوع سبب مشاكل للمعتصمين وللناس. فالتنسيقيه المظاهرات داخل الديوانيه قالت انه احنا مع الدوام، مع خطوه الدوام، والاضراب الاعداديه والمتوسطه والمدارس عائد لمن؟ للطلبه نفسهم. فاليوم الطلبه سووا تنسيقيه، والبارحه نزل بيان لهم، واليوم كانت لهم مسيره طلابيه حاشده وكانت متواجده داخل الساحه. احنا كطلبه داخل محافظه الديوانيه نريد نبين رساله، رسالتنا الطلابيه انه العراق للكل، العراق للجميع بدون المسميات ومع اعتزازنا بالمسميات، ومستمرين لحين تحقيق مطالبنا. على الشعب الجديد، يا عراق جديد.
جميع المواطن الحسينية المتواجدة هنا، وشكرا لصول الأحيان في موكب متواجدة في هذا المكان. فحياكم الله أيها الأبطال. وهكذا هي الديوانية تنجي الأبطال في الأبطال. فسلاما على أهالي الديوانية وشباب الديوانية وشيوخ الديوانية وطلبة الديوانية وسادات الديوانية. هاكم أبطال الديوانية يهتفون. أعلم بأن الثورة سوف تنتصر أو تنتصر، فبارك الله بكم أيها الأبطال. فحي الله الإعلام الكبير علاء العميدي وسيد ليث وحسام البطل وجميع أخواننا الإعلاميين المتواجدين في هذا المكان لنقل الحق.
وهم يطلعون السماع. خلي بالك وياي الولاء للعراق هو الاستماع، ولنرتب معا نشيد العزتين الكرامة لبلة الأنبياء والأوصياء العراق عليه السلام. نستمع للنشيد الوطني سويته. نوصل رسالة باسم ساحة الشهداء في الديوانية، باسم الثوار والمعتصمين المرابطين لمدة 4 أشهر، تعلن ساحة الديوانية عن رفضها لترشيح أي شخصية متحزبة فاسدة جدلية غير مقبولة. هاي الشخصية اللي رشحتها الكتل السياسية الفاسدة والأحزاب القذرة وميليشياتها، هاي ما تمثل إرادة الشعب العراقي. الشعب العراقي حر. كتلة السائرين باطل، كتلة السائرين باطل، سمعوه، كتلة السائرين باطل. بعد كتلة السائرين باطل، كتلة الصادقين باطل، كتلة الصادقين باطل، كتلة الصادقين باطل، كل الأحزاب باطل، كل الأحزاب باطل، كل الأحزاب باطل، نجح السنان باطل، تيار الحكمة باطل، تيار الحكمة باطل، تيار الإسلام، حزب التحرير باطل، حزب التحرير باطل، كتلة الصادقين باطل، كتلة الصادقين باطل، كتلة الصادقين باطل. على هاي الترفيع الجري اللي يداوم شنو؟ لا عمره مزار بلدين، بس موافق على هذا اللي جابوه جديد. فاحنا شنو نقولوا؟ نتاف مالتنا شنو؟ قالوا عنكم تعبانين؟ قالوا عنكم تعبانين؟ سمعوهم بعين الصوت؟ صوت الثورة لا مهموش. سمعوهم بعين الصوت؟ صوت الثورة لا مهموش. قالوا اسمعوا عاد. صوت الثورة لا ميموت. طبعا احنا نستنكر من ساحة اعتصام الديوانية، ساحة الشهداء الديوانية، نستنكر محمد توفيق علاوي لتنصيبه رئيس وزراء من قبل رئيس الجمهورية التي فقد شرعيته لترشيحه لتوفيق علاوي. احنا كنا امل برهم صالح كان حامي الدستور، بس هسه مع الاسف قفز على الدستور برهم صالح لترشيحه توفيق علاوي، لانه توفيق علاوي مطلوب للقضاء سابقا بتهم فساد وعليه ملفات فساد. فتوفيق علاوي عليه التنحي فورا،
فورا عليه التنحي بعد ان ناشدنا الامم المتحده ولم تجد لنا حلا. للاسف نناشد المجتمع الاوروبي، الاتحاد الاوروبي، نناشد المحكمه الجنائيه الاوروبيه، لانه اغلب وزرائنا ورؤساء وزرائنا عندهم الجناس الاوروبيه الامريكيه والسويديه والاستراليه وما شابه الى ذلك. نناشد المحكمه الجنائيه الاوروبيه للتدخل فورا، نناشد الاوروبيين للتدخل فورا بعد ان عجزنا من الاسلاميين والدول الاسلاميه والعربيه المجاوره لنا. نناشد الاتحاد الاوروبي لانه نقلهم هذول محسوبين عليكم، وزرائنا ورؤسائنا محسوبين عليكم، فعليكم ان تحاكموهم. نناشد الانتربول بالتدخل. هذا عم الشارع كله اتحدى هسه هتاف اكو واحد التوفيق محمد علاوي، اتحدى هاي الساحات كلها من ساحه التحرير للحبوبي للبصره. عم اسمع 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 عم، احنا رئيس وزراء، تجيبه ايران، تجيبه امريكا، تجيبه اسرائيل، تجيبه السعوديه، تجيبه تركيا، احنا رافضينه. ولكم انتم تقولون علينا جوكريه، لو عندكم غيره مثل وطنيتنا شويه تستحيتوا. ولكم وعلي بن ابي طالب ما نرجع ويا محمد توفيق علاوي الا ردك بلندن. مين ما جه؟ شكو جدليه، شكو هم ما يقولوا رئيس وزراء راح يجي، مو جدلي، شكو جدليه تطبق على محمد علاوي. من فاسد فاسد، من محكوم محكوم، سبع سنوات محكوم غيابيا، سبع سنوات محكوم غيابيا، مرتين صاير وزير، ها مرتين بالبرلمان، عمي كفيلك العباس ما تمشي، ما عمي محمد توفيق علاوي انت وجابك ما تمشي على قصاص رقبتنا. وهذا انذار للاحزاب، انذار. والحسين ما والحسين بن علي بن ابي طالب اللي محمد علاوي مرفوض، محمد علاوي مرفوض، محمد علاوي مرفوض. اسمع اسمع اسمعوا يا الاحزاب، وحق فحل الفحول علي بن ابي طالب، هذا ابو الحسنين علي، هو ابو الثوار، هو ابو الشهداء اللي قدم ولد الامام الحسين وولد الامام الحسين. يا ما تمشون اي واحد يجي اذا مو من الساحات، واذا ما الشعب كله موافق عليه. لو نعرف مو 600 شهيد طينا، لو نعرف 60,000 شهيد نطي، 60,000 شهيد، 600,000 شهيد، ولو مو نطي جرحه. كفيلكم العباس ما يمشي، كل رئيس وزراء جايبه تيران، لو جايبه تمريكا. شوفوا هذا البيان مالتك، على اساس مالتك البارحه الكلمه قبل التكليف، قالوا لك نفسيتهم اللي حطوك ماكو، قالوا لك هذا الشعب عاطفي. بدي اقول هاي الكلمات حتى عمي ما يمشين علينا ذن بعد. تدري ليش ما يمشين علينا عمي؟ تدري ليش ما يمشين علينا؟ لان طينا اعزاز قلوبنا عمي، شهداء طينا، لان طينا شهداء وطينا جرحى عمي. بعد ما يمشي هذا الحكي علينا عم. الشباب هاي كلها واعيه، خلي يكون بعينكم يا الاحزاب. وعقوه الحسين، ولكم صدام ما قدر لهذا الشعب، صدام تراسب المزابل، صدام حسين اللي بكبر امريكا كانت تخاف من عنده. وعلي الله يقول بالقران، مو انا اللي اقول، الله يقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. تفسير هاي الايه شنو هو؟ يعني انتم مخططين شيء والله يريد غير شيء، فغصبا عليكم ما لا الله تصير، لان احنا عم ختمناها بدم الشهداء، ثورتنا هاي مختومه بدم الشهداء غصبا عليكم. اعوذ بالله من هؤلاء الكفره، القوم الذي لا يعبد الله، الذي يعبد البشر، الذي أتوا بأحد لا من مطالب الشعب ولا للشعب، بل أحدا هم الذين رشحوه، هم الذين صعدوه، والشعب رافضه. ومحمد توفيق علاوي مرفوض باسم الشعب وباسم الساحات الاعتصامات، من ساحة التحرير إلى ساحة الديوانية إلى ساحة الكربلاء، جميع الساحات المحافظات مرفوض باسمهم. ولم يكن هنالك أي أحد من الحكومة الفاسدة، الكابينة الفاسدة، الحكومة الحالية، إلا من الشريف الغير متحزب اللي لا يحتوي على جنسيتين، اللي يكون شريف نزيه أمين يحافظ على البلاد، يصون البلاد، ليس مثل ما كانوا اللي قبلهم الذي همشوا في بلادنا والذي خربوه. هذا ليس المرشح الشعب، بينما هذا مرشح أتى من الأحزاب ومن التيارات. هذا المرشح الذي هم صعدوه، الذي هم اشتغلوا عليه هذه المدة الثلاثة الأشهر وصعدوه، لم نصعده إحنا، لم نقبل به، بل هم الذي أتوا به وهم الذي صعدوه. هذا مرفوض باسم الساحات وباسم الشعب وباسم جميع الساحات وباسم جميع المحافظات، نرفضه رفض قاطع. شخصية عليها أكثر من علامة استفهام، تولت عدة مناصب في الحكومات السابقة، محكوم
بحكم 7 سنوات غيابيا، فهذا مرفوض. اليوم الشارع الديواني والشارع العراقي وضع عدة نقاط لشخصية رئيس الوزراء، أن تكون شخصية غير جدلية، شخصية مقبولة من قبل الشارع العراقي، نزيهة، جنسية عراقية واحدة، شارع رافته محمد. نعم رفعت صور توفيق محمد علاوي في ساحة التعرير، لكن من جهات حزبية، جهات حزبية أكيد كل جهات حزبية ترفع صور، وهذا حق دستوري ورأي هذا. لكن هو في نفس الوقت الرفض في وقتها بساحات تظاهر شخصية غير مرغوب بها، شخصية جدلية متهمة بالفساد، متهمة بالحكم، لذلك مرفوضة. الأيام القادمة راح تكون ساحات تظاهر تشهد تصعيد كبير كلش إذا ما ينهي هذا الأمر. محمد توفيق علاوي نهاية الحديث، هو مرفوض جملة وتفصيلا من كل ساحات تظاهر العراق ولا يمثل العراقيين. توفيق محمد علاوي مرفوض 100% قطعا من ساحة الديوانية هاي احسيلك، باقي المحافظات كذلك مرفوض مرفوض مرفوض. احنا نرفض محمد علاوي لان هم اجى من احزابهم ومن عندهم، فاحنا اللي رشحه واللي وافقوا عليه هو ايضا فاشل، الفاشل رشح الفاشل، فهذول فاشلين فما يشرفون بلدنا. احنا نرفضهم كافة، نريد ننصب من متظاهرين الساحة، من معتصمين الساحات، نريد ننصب رئيس وزراء من المعتصمين ومن المتظاهرين، فإحنا نرفض أي شخصية يخلوها الأحزاب أو الفاسدين أو أي واحد من دول الأحزاب الكفرة، فدول أحزاب منتمين إلى إيران، منتمين إلى دول خارجية، منتمين إلى أمريكا، منتمين إلى دول أعدائنا، فإحنا دول ما نشرفونا، مو جديرين بلدنا، إحنا نرفضهم رفض عام، ونبقى معتصمين ومصرين على تحقيق مطالبنا وعلى رئيس انتخبه من ساحة الاعتصام. نريد انتخابات مبكرة ونبقى معتصمين إلى أن نحقق مطالبنا واعتصامات وتشريح من قبل المتظاهرين. أنت هسه جاي ترشح إنسان فاسد، هذا فاسد وتعرفه فاسد، ليش راضي بيه؟ ليش راضي بيه؟ إلى متى خليت الطائفية بيناتنا؟ خليت الأخو يقتل أخوه، هذا يقول أنا حزب فلان وهذا يقول حزب فلان، والله أخوة أنا عندي 6 أخوة يتكاتلون بيناتهم، ليش؟ كل من يقول أنا حزب فلان، ليش تخلون طائفية؟ عمي ما أريد أي حزب، إحنا الله ربنا، محمد نبينا، علي إمامنا، وكافي وكافي، نريد نصير أحرار، نريد نصير حرية شخصية ديمقراطية، نريد نحرر بلدنا، ماكو هذا حزب فلان وهذا حزب فلان وهذا يقتل هذا على موت هذا، ليش تخلون الطائفية بيناتنا؟ إلى متى تبقون هيك؟ إلى متى؟ مو هاي أولادنا كلها راحت، الشهداء هاي شنو ذنبه؟ ولدنا شنو ذنبه؟ إلى متى نبقى هيك طائفية؟ والله ما أريد أي حزب، عمك وينشر الأحزاب؟ ما تصدر وحزبي وهذا حكيم وهذا تيار ما أدري شنو وهذا حزب الدعوة وهذا بدري وهذا، إلى متى؟ إلى متى كافي؟ والله أنا مستعدة أموت ما يخالف تقتلوني يا صدرين، تقتلوني ما يخالف، ما يخالف دول الشعب، بس ما أريد أي حزب، أي حزب ما أريد، ليش هيك طائفية بيناتنا؟ ليش؟ ليش هاي الطائفية بيناتنا؟ ليش؟ ليش هاي الطائفية؟ إلى متى؟ كافي، كافي هاي الطائفية، كافي هاي الأحزاب، كافي هاي الولد هيجي، فرقت ولدنا، سويت طائفية بولدنا، إلى متى؟ إلى متى الأخو يقتل أخوه؟ إحنا أي رئيس نشارك بالعملية السياسية منذ 2003 لغاية الآن نرضى اللي كان فاق الشيخ علي أو اللي كان رحيم العقيلي أو يعني أو محمد توفيق علاوي، وذولا كلهم مقبوضين، إحنا رايدين رئيس وزراء عراقي من ساحة التظاهرات ويكون مرشحنا ما داعمة أي واحد. بالنسبة لترشيح توفيق محمد علاوي مرفوض من قبل الشعب، وإحنا اليوم كطبقة مثقفة وكطبقة إعلامية وفنانين طلعنا رافضين لهذه الشخصية لعدة أسباب، اللي منها أنه كان وزير سابق لدورتين وكذلك عضو مجلس نواب، والمرجعية أوصتنا باختيار شخصية غير جدلية، وإحنا طالعين حتى نرفض هذا القرار بتكليفه، وإن شاء الله نختار شخصية مستقلة تماما غير جدلية. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن طلبة جامعة القادسية رافضين الرفض القاطع لتكليف محمد توفيق علاوي تكليفه لمنصب رئاسة الوزراء
والآن هذه الطبقة الواعية لها طلبة الثانويات والمعاهد والجامعات ترفض هذه الشخصية الجدلية الغير مقبولة من الشارع العراقي في كل ساحات الاحتجاج. ونحن نعتب عتب شديد على بعض الشخصيات السياسية التي تغرد على عن طريق تويتر وتقول بأن محمد توفيق علاوي تم اختياره من الشعب العراقي. أي شعب يا عزيزي؟ الآن كما تنظر أمام عيونكم هذا الكم الهائل من الطلبة والمجتمع وكل الشارع الديواني وكل ساحة في محافظة الديوانية وكل ساحات العراق المحتجة المنتفضة ترفض هذه الشخصية الجدلية الغير مقبولة التابعة للأحزاب والذي يسير من قبل الدول الإقليمية ودولية. كما تلاحظون الشعب رفض قطعي ترشيح توفيق محمد علاوي. الشعب لم يختار توفيق، بل الأحزاب الفاسدة، الكتل الفاسدة، الكتل التي تمتلك ميليشيات قذرة، ميليشيات تقتل بالشعب، هم اللي اختاروا توفيق علاوي. الشعب لم يختار. اليوم الشعب يرفض كل السياسيين وأولهم التيار الصدري. الشعب اليوم يرفض كل الطبقة السياسية، لأن الطبقة السياسية فاسدة. الطبقة السياسية دمرت البلد، أنهكت البلد، ومع ذلك يغرد البعض على تويتر البارحة ويقول أن الشعب العراقي هو من اختار رئيس الوزراء. يا أخي الشعب لم يختار، اللي يختار رئيس الوزراء هي الكتل السياسية الفاسدة. من بداية احنا طلعنا على مرشح حر يمثلنا، يمثل الساحة، يمثل العراق، ما يمثل الأحزاب، لأن احنا أحزاب تعبتنا، ملينا من الأحزاب. احنا ماكو شيء خلتنا الأحزاب نتمهل به، لا صحتنا، لا عافيتنا، لا مستقبلنا، أطفالنا ضاعت، بنائنا كله راح النفع. يعني يضحكون علينا إلى متى؟ إلى متى نظل هالشي؟ إحنا نريد عراقي نظيف. ماكو بهالبلد عراقي نظيف؟ لحد الآن هاي 40 مليون ما بيهم عراقي نظيف؟ هاي كلها وصخة. بس هم يشوفون أرواحهم عندهم مصاخة بأنفسهم، ما يردون واحد يتسلط عليهم. السلام على كافة المتظاهرين في كافة ساحات العراق. إخواني أكو يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يا أخ صالح، أنت رئيس جمهورية والكل شي بيدك، ما يصير أنت ترقص على دماء الشهداء. هاي الجرحى، هاي 600 شهيد، 25 تقريبا من 30,000 صار ذول الجرحى. هذول شنو ذنبهم؟ انت رئيس جمهورية، انت كل شيء بيدك، انت تقدر تغير فلان وتجيب فلان. ما يصير التعادل، هذا شعبك، انت المفروض تدافع. شعب ما يريد هاي الشلة الموزينة، اخلهم مكانها. ما معقولة 40 مليون ما بهم واحد نزيه. يعني بس ذولا احنا هنا صار لنا تقريب 4 أشهر هنا بهاي الساحة معتصمين زين، نطالب حقوقنا. واحنا زين يعني الحمد لله وشكر عدي راتب، بس اطالب حقوق الفقراء زين. والديوانية تعبت ولا جا واحد بيها الفاد الديوانية، كل من يفيد احزابه يفيد جماعته زين. واحنا هنا ضالين، يعني ضالين نطالب حقوقنا ونطالب حقوق الشهداء هاي الراحت. واحنا الحمد لله والشكر يعني طينا شهداء وطينا جرحى وطينا، والحمد لله والشكر هنا ضالين بساحة الاعتصام. لا تهزنا أحزاب ولا تهزنا إيران. الأحزاب إيران يا الحركة، أبوي حركة، المتظاهر حركة، هم إيران بيناتهم يحرقون على تصير فتنة طائفية زين، والفتنة الطائفية هم يسوونها. إيه هم بال 2007 صارت، هو نفس المسدس يقتل علي ويقتل عمر على مود يسوون فتنة، ونفسهم هسه هم بعدهم. والحمد لله والشكر وياكم احنا ضالين هنا، وهاي الشباب كلها ظل. المتظاهر الحقيقي والمتظاهر اللي فعلا يريد وطن ما راح تكون عنده اي خطوه تصعيديه سوى ان يكون تصعيده السلمي فقط بعلمه بشعاراته بصوته الثوري اللي يهز جدران المنطقه الخضراء ويهز الغرف الظلمه اللي تحاك بها صفقات الفساد. ما عندنا خطوات غير انه صوتنا السلمي وشعاراتنا اللي نأذي بها اذن كل فاسد يمس الموضوع. هذه هي خطواتنا. احنا لا نريد نحرق، لا نريد نخرب. يعني يتهمونا بانه احنا بعثيه، ويتهمونا بانه احنا ابناء سفارات، واحنا اصغر واحد بينا هو مواليد 2005 و2004، وما ملحق شيء حتى على صدام حسين ولا يعرف صدام حسين. هذا اذا يريد ينم على شيء فينم على غباء الطبقه السياسيه بالعراق. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن معتصمو ساحة التظاهر في الديوانية خرجنا وبسلمية وما زالت مظاهراتنا سلمية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي كفلها لنا الدستور، ألا وهي قانون انتخابات ورئيس وزراء مستقل وغير جدلي، وأيضا انتخابات مبكرة. وما زال اعتصامنا مستمر لحين تحقيق الحقوق التي خرجنا بها. وهذه رسالة نوجهها إلى من يراهن على صبرنا ونفاذ صبرنا بأننا مستمرون وباقون بتصعيدنا السلمي إلى أن تحقيق مطالبنا. زين، إلى الآن الحكومة طبعا جاي تستمر بالتسويف المماطلة من قبلهم ومن قبل ضغط الأحزاب والأقاليم والدول. زين، الأقاليم والدول، ولكن إحنا سنبقى كما هو موقفنا، مصرين على مطالبنا، ولا بد من تحقيقها، ولا خيار لكم إلا تحقيق هذه المطالب. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص الحشود اللي جاي تكاثر يوم على يوم من ناحية الطلبة، الموظفين، المواطنين العراقيين الشرفاء، طبعا هذا الدليل هو جاي تطرح شنو السبب. السبب انه هو ايش مناطق اللي جاي يصير بالناصرية واللي صار بالكوت اليوم واللي جاي يصير بكربلاء وبالعاصمة بغداد، هذا السبب اللي خلت الناس تزداد بالعدد. فاحنا ايش نقول للحكومة رسالة، نقول ايش ما تزيدون علينا بالقمع نزيد عليكم بالعدد. حاليا كل استجابة ما عندهم جاي يتجاهلون تظاهرات، وهذا الشيء مو من صالح الحكومة المركزية، وان ان شاء الله امور غير امور ان شاء الله يستخدمون الحكومة المركزية. شكرا للإعلاميين وشكرا للصحفيين والمصورين الذين يلتقطون من هنا وهناك صور تتحدث.
وين حولت محمد؟ خليت ما خليت.